بسم الله الرحمن الرحيم. انظروا يا عالم، هذا أثر الدمار الذي أحدثته أمس المدفعية المتواجدة بتل أرحبة فوق الميادين، وهذه إحدى المؤسسات العامة، والنظام يقول بأن هناك مخربين وهناك مسلحين وهناك إرهابيين، وهذا هو الذي فعله، وإن شاء الله سوف اليوم تدعي الدنيا بأن المسلحين والإرهابيين الذين فعلوه، ولكن انظروا يا عالم، هذه مدفعية لا طلقات ولا عبوات ناسفة، إنما هي مدفعية ترجم كل شيء أمامها. انظر يا عالم، ها هو الدمار، ها هو الخراب الذي أحدثه. هذه إحدى المؤسسات العامة، ملك للشعب وليس ملك للنظام. لو كان ملك للنظام أو لبشار البطة لما فعل هكذا، لما فعل ما فعل، سإنما يحتفظ بها. انظر يا عالم، تفرجوا يا مسلمين، تفرج. تخيل يا رعاك الله لو أن هذه القذائف سقطت على أحد المباني، فوالله إنها تسقطها بكاملها على رؤوس أهلها، ولن يخرج أحد منها حيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد. بلدة الطيانة 26/6/2006، آثار الدمار الذي أحدثته المدفعية تل أرحبة المتواجدة فوق الميادين. الله أكبر. انظر يا عالم، انظر.